الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. معنا اليوم من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزل من أخص منازل العبادة ومقام من أجل مقامات الإيمان، وهي منزلة الحديث عنها غير معهود وذكرها في المساجد قليل، والحديث عنها وشرحها نادر، بالرغم من أنها ذات معان كثيرة، وفوق هذا هي من ألفاظ القرآن، منزلة التبتل التي في قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. التبتل في اللغة هو الانقطاع، ويقال عن المنقطع متبتل، وتسمى مريم العذراء عليها السلام بمريم البتول، إما لانقطاعها عن الرجال والأزواج فلم يمسها بشر، أو لانقطاعها عن نظيراتها من النساء فلا يصل إلى مقامها أحد من النساء. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وكذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت تسمى بالبتول، وذلك لانقطاع النساء عن إدراكها شرفا وقدرا. والتبتل أيضا يحمل معنى ترك الزواج، المتبتل هو التارك للزواج، وليس هو المعني في الآية هنا، إذ أن المعني في الآية هنا مقام محمود، يعني شيء مطلوب شرعا أن يتبتل الإنسان، والذي في الزواج بالانقطاع عن الزواج وتركه هذا محرم شرعا. النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال عثمان المضعون: قلت يا رسول الله إني أريد أن أختصي. قال: لا تبتل في الإسلام. أريد أن أختصي، ما يكون عندي علاقة مع النسوان، ولا أشيل هم، ولا أشوف مرأة، ولا أسوي ولا كذا، بس أتعبد إلى الله وأنقطع إليه وأنقطع عن النساء. فقال: التبتل ليس من الإسلام. فلذلك المعنى الذي سوف نبدأ بشرحه عن التبتل هو المعنى المقصود شرعا المحمود ذكرا: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ورد التبتل في القرآن معنى وليس لفظا، لم يرد بلفظه إلا في هذه الآية من المزمل: وتبتل إليه تبتيلا، لكنه ورد تحت معاني كثيرة جدا، معاني الانقطاع إلى الله بالكلية، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، أي كن مقيما على العبادة مجتهدا. هل تعلم له السمية؟ أي لأنه يستحق ذلك. ولذلك التبتل يرتبط ارتباطا مباشرا بتجريد التوحيد، كما سماه الهروي وسماه ابن القيم رحمهم الله. ومن الآيات التي في معنى التبتل ولم يذكر هذه الآيات ابن القيم قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب انقطع. إذا فرغت من الدنيا ومن المعايش فانصب في الآخرة، وإلى ربك فارغب، أي كن منقطعا إليه راغبا فيما عنده. أو إذا فرغت من عبادة فلا تنقطع، وإنما واصل فانصب في أختها، والنصب هو التعب. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، أي تعب، فهنا بمعنى
إذا فرغت من عبادة فلا تقل كفاني، فانصب في أختها. فأنت تنتهي من العشاء ولا تنصرف أو لا تخلد إلى النوم إلا بعد وتر، وتقوم الليل إن استطعت، وإن لم تستطع لا تكتفي بهذا العشاء، إنما تدخل بعد ذلك في فجر وفي صلوات، وبين الصلوات أذكار وعبادات وطاعات ومقامات ومدارج وهكذا. هذا معنى التبتل. الهروي عرف التبتل بأنه الانقطاع إلى الله بالكلية، أن تنقطع إلى الله بالكلية، يعني بكلياتك أن تنقطع إلى الله. بدأ ابن القيم في شرح كلام الهروي بعبارة طيبة وألفاظ سلسة ومعاني ثرة، قال رحمه الله الهروي قال: والدليل على التبتل له دعوة الحق، له دعوة الحق. ابن القيم يقول: استشهاد الهروي للتبتل بهذه الآية من أحسن الاستشهاد. لماذا؟ لأنه إذا كان الله له دعوة الحق وكل شيء عنده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، كل شيء عنده، وله الملك والتدبير والتصريف والقهر والسلطان والقوة والقدرة والعلم والكمال، إذا كان هذا له فلا بد أن تنقطع إليه، فإنه أهل لأن ينقطع إليه. يعني قوله له دعوة الحق، يعني شوف قال التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية له دعوة الحق. ابن القيم يرى أن الذي له دعوة الحق أهل أن تنقطع إليه بالكلية. ليه؟ لأنه غني، ولأنه قدير، ولأنه عليم، ولأنه عظيم، ولأنه ملك، ولأنه سبحانه يملك وعنده كل شيء، فأنت تنقطع إليه ولا تنقطع إلى سواه. لذلك يقول ابن القيم الانقطاع إلى الله بالكلية لأن له دعوة الحق، لأنه يرجى ويقصد ويصمد إليه ويخاف ويرجى ويسأل ويعطي وهكذا. وهذا من ألطف استدلالات العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الآية نقف معها قليلا: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذا كلام إضافة للتبتل من خارج كتاب المدارك، يعني ابن القيم لم يذكره، إنما هو من باب الإضافة. قال النيسابوري رحمه الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. مقامان الذكر والتبتل، وهذا لا يكون إلا في الليل، ده شغل الناس ليل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فأنت بالنهار تعامل الدنيا، ولكن بالليل تنقطع إلى الله بالكلية، فلا أنفاس ولا أصوات ولا أضواء ولا آراء ولا أهواء ولا مخلوق ولا شيء، هذا الانقطاع. ولكن يبدأ التبتل بالذكر: واذكر اسم ربك، وبذلك تتبتل إليه تبتيلا بكثرة ذكره، إذ أنك لو انقطعت إليه لا تذكر سواه، ولا يأتي على قلبك غيره، ولا تلتفت بفؤادك إلى غير الله سبحانه. وهذا معنى التبتل. ولذلك يقول النيسابوري من ألطف الكلام رحمه الله، قال: الأول الذكر، هذا مقام السالك، والتبتل مقام المشاهد. في مقامين: سالك ومشاهد. في ذو سالك في الدرب لكن ما شايف حاجة، لكن ماشي في الدرب، ما شايف، لكن ما عارف الدرب ده صح ولا ما صح، لكنه ماشي في الدرب. أما التبتل في الطريق إلى الله وفي السير إلى الله وفي منازل العبادات، أن ترى المنازل وأن تتحقق منها. قام جاب تاني تفسير النيسابوري، قال: الذكر
مقام السالك، والتبتل مقام شنو؟ المشاهد. فالذكر كالأثر والتبتل كالعين. يعني في درب انت كان ذكرت الله معناه عملت أثر، عندك أثر. أخوانا دول لما يذكر الله يجدوا أثر الذكر على نفسه. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذكر في حياة القلوب حقيقة، صح؟ فالذكر أثر، لكن التبتل عين. التبتل العين ذاته اللي بيشوفوا بها أثر. يعني أنت تذكر الله أحدثت أثرا، صار قلبك حيا، ولكن التبتل أن ترى هذا الأثر. وهذا مقام عظيم جدا من المقامات. طيب، لا أثر الطاعات. يعني ما هو زي يعني هو شنو إخواننا منازل السير معنوية، صح؟ منازل السير ما لا، أنت سالك إلى الله مرة بتخبط ومرة تزهد ومرة كده بيحصل ليه ما في درب في يعني حوالينك، ده كله داخل نفسك. مثاله في الحياة برا، زول ماشي بتلقى أثر تقول ده أثر، الأثر هو الذكر، لكن العين التي شاهدت الأثر هي التبتل. لذلك قرناء واذكر اسم ربك وشنو وتبتل إليه تبتيلا. وهنا لطيفة لغوية ذكرها ابن القيم رحمه الله. اللطيفة اللغوية تقول تبتل مصدرها ليس تبتيلا، إنما تبتلا، يقال تبتل تبتلا، ده المصدر. مثل أخلص إخلاصا، كويس؟ تفهم، المصدر شنو؟ تفهما وليس شنو؟ تفهيما. تعلم تعلما وليس شنو؟ تعليما. تعليم مصدر علم وليس مصدر تعلم. فتبتل كان ينبغي أن تكون تبتلا، لكنه قال تبتيلا لمعنى تبتل في الآية واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا، ما قال تبتل إليه تبتلا، قال وتبتل إليه شنو تبتيلا. لماذا قال تبتيلا؟ لأن هذا المصدر يؤذن بالتدرج وبالتكلف وبالتفعل وبالتكثر وبالمبالغة. فإذانا وإشعارا بأنك تتبتل بكثرة، تتبتل بالتدريج، تتبتل بأنك تتفعل التبتل وتقصده، لذلك جاء المصدر تبتيلا ولم يأتي تبتلا، لأن تبتلا لا تفيد هذا المعنى. الزيادة أصلا في عدد الحروف عند العرب يقصد به زيادة في المعنى، فمعنى تبتل تبتلا لا يعطيك المعنى الذي فيه الإذان بشنو؟ بالتدرج والتكثر والتكلف، تكلف التبتل والسعي إليه، والتفعل يعني تفعل التبتل والمبالغة في التبتل. يعني لتبالغ في التبتل جاءت الآية بقوله سبحانه واذكر اسم ربك وتبتل إليه شنو؟ تبتيلا. قال الهروي التبتل على ثلاث درجات، التبتل على ثلاث درجات، بمعنى أنت، وده من لطيف كلام ابن القيم. يعني سبحان الله، الهروي ده ربنا سخر له ابن القيم ده عشان يطلع الكلام بتاعه. يعني كلام الهروي ده في بالنسبة منازل الهروي التي كتبها 67 منزلة أو 66 منزلة، ابن القيم عمل 67 وشرح كتاب الهروي منازل السائرين لا تتعدى وريقات، رسالة قدر ده، لكن ابن القيم عمل 3 مجلدات، يعني استطاع أن يضيف إليها إضافة حقيقية. ابن القيم يقول التبتل فيه معنيان، معنى الانقطاع بالكلية إلى الله، صح؟ تبتل معناه شنو؟ انقطع، انقطع لمن؟ إلى الله. هذا يعني المعنى المضاد، انقطع عن الخلق بالكلية. يعني لتنقطع إلى الله لا بد شنو؟ أن تنقطع عما سوى الله، وما سوى الله ليس الخلق فقط، حتى النفس. ودي الدرجة الثانية، أن تنقطع عن النفس
ودي ابن القيم والهرى يوروك كيف تنقطع عن نفسك. إخوانا في زب القطع من نفسه لا تتبتل حتى تنقطع عن الخلق أي أن تيأس وأن تزهد فيهم أنهم لا يملكون ولا يفعلون ولا يسيرون ولا يدبرون وأن تشاهد وأن تدرك هذا على الحقيقة ثم أن تنقطع عن آفات نفسك وعلل عملك وأن تترفع عنها. لذلك يقول ابن القيم التبتل اتصال وانفصال، اتصال بالله وانفصال عن الخلق، بذلك يحصل الانقطاع. أضفت إلى الكلام حاجة بسيطة جدا، إذا كان التبتل كما قال ابن القيم لفظه اتصال وانفصال، أنا أقول الانفصال مقدم على الاتصال، تنفصل عن المخلوقين أولا ثم تتصل بالله ثانيا. وأخذت هذا من قوله لا إله إلا الله، الانفصال أولا، لا إله نفي للآلهة ونبذ للمعبودات، وذلك أيضا من قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يؤمن بالله اتصال ويكفر بالطاغوت انفصال، والانفصال مقدم على الاتصال. وهذا معنى إضافي، يعني أن تخرج وأن تترك الخلق ثم تتصل بالله، لكن لا يحصل أن تتصل بالله وعندك ما دال اتصال بالخلق ثم بعد ذلك تنفصل عنهم، إنما تنفصل أولا ثم تتصل ثانيا. يقول الهروي الدرجة الأولى في درجات التبتل تجريد الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال. يقول الحظوظ حظوظ النفس المزاحمة للرب، تنقطع عن حظوظ النفس المزاحمة لمن؟ للرب. إخواننا كثير من الناس خاصة كما قال ابن الجوزي من العباد بالذات والزهاد يعبد نفسه وهو لا يشعر، قد يزهد في الناس ما يمد يده وزول عفيف أي حاجة، لكنه يقدم حظوظ نفسه على حقوق ربه، فيفعل من الطاعة ما تميل إليه نفسه وهي طاعة، وإن كان هنالك أوجب منها يريدها الله، لكنه يفعل ما يسهل عليه هو. واضح هذا المعنى؟ وهذا يعني أنه قد تعلق بحظوظه أكثر من تعلقه بحقوق ربه. ولذلك يعد السلف الكرامات من حظوظ النفس، لأن الشخص إذا أجرت عليه كرامة أحس في دواخله بشيء من النشوة والفرحة وربما الفخر والتيه والعلو والكبرياء والتعاظم لله عز وجل، مما يجعله قد تحول من مقام العبودية إلى مقام الندية أو مقام التعالي. فلذلك كان الصحابة يكتمون الكرامات ولا يخبرون الناس بها ولا يميلون إلى أن يكرموا كرامات حسية، كما قال أبو محمد المرعشي نقل عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان يقول الكرامة حظ القلب والاستقامة حق الرب. فالاستقامة أفضل من الكرامة، أن تستقيم على الدين دون أن تظهر لك كرامات وأن تكون خامل الذكر لا تعرف، هذا أحسن لك عند الله عز وجل. ليه؟ لأن ظهور الكرامة يجعل الإنسان يبدو بشيء من النشوة وكأنه حقق شيء وكأنه وجد شيء هو أعطاه الله عز وجل إياه، فلكن إذا التفت إليها ووقف عندها صارت من القواقع، كما قال ابن القيم في الفوائد في كتاب الفوائد قال أن الكرامة أحيانا تكون من القواقع، تنشغل بها وتصبح تحدث الناس وتخبر الناس وتصبح تركن إليها، تقول خلاص أنا بجنع وأنا بجيت من الصالحين، فتنقطع إليها وتنشغل بها عن مواصلة العبادة، فصارت عندئذ الكرامة من القواقع، وهي من باب الابتلاء والاختبار والامتحان من الله سبحانه وتعالى. لذلك الانفصال انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد ربه. إخواننا دائما أنا أحكي للناس القصة الأوردة ابن القيم في حظوظ النفس في المدارك، قصة عجيبة خلاص، يتكلم إنه أحيانا الإنسان يكون بيعبد ربنا كويس، عنده من الزهد ما عنده وعنده من العبادة ما عنده، ولكن يدخل عليه الشيطان من باب الجهل، زون عابد لكن جاهل، يصلي كثير لكن ما يعرف حاجة عن المقامات ولا عن الطريق وليست له بصيرة، أو زاهد. هؤلاء حظوظهم في أنه في دواخله يشعر بشيء من التعالي على الآخرين وأنه مقدم عليهم وأنه أعلى منهم، حتى قال ابن الجوزي ابن القيم لسه ما جناه، حتى قال ابن الجوزي حتى أنه
يحب إذا دخل على الناس أكرموه، وباسم الزهد نادوه، وباسم العبادة قدموه. يقول ده عابد، ده كده ده كده. قال سبحان الله الماوردي قال أمثال هؤلاء يعاملهم الله الذي يملك قلوب العباد كله عنده بنقيض ما طلبوا. هو ده يتعالى عند الناس، يظهر عند الناس، وقلوب الناس منه عند الله. تلقى بعد كل الناس بكرهه، يقول فلان ده أنا ما قادر أبلعه نهائيا، صلى أي حاجة لكن ما قادر لأنه المرائي. شوف أي ذو المرائي قصده أن يطلب عند الناس حظوة وأن يجد عند الناس مكانة ورفعة، ولا يكون هذا، لأنه أدرفع منه الله، والبيخفض منه الله، والبعز والبذل الله. زول عنده مكانة ما جاب لي رقبته رفع الله، وزول ما لقى مكانة في ناس عندهم علم وحفظ وأشياء تجيلة، لكن الله أصلا بيرفعه، بيرفع الله. فهو يقوم بيعمل الأشياء التي تقرب إلى الله. قال ما ورد قال حكى قصة نكتة، هي حكى في أدب الدنيا والدين. قال كان هنالك رجل يصلي وهنالك حضور، فأطال صلاته. ما قالوا أطال عشانهم هم، لكن يبدو أنه أطال من أجلهم هم، وهم ما قالوا كده. لما صلى صلاة جميلة وطويلة وهم قاعدين لا يصليها بينه وبين ربه، قاموا الناس تكلموا قالوا يا سلام ما أحسن صلاته. بعد الصلاة قال لهم وأنا صائم أيضا، قال لهم وصائم كمان، قال لهم قال لك فسخروا منه وضحكوا منه وازدروه. هو أراد أن يعلو عندهم فاحتقروه، قالوا يا سلام صلاة سمحة، قال لهم وصائم كمان، قالوا هذا سخيف، قالوا هم سخيف، قالوا هذا سخيف. فده من الجهل، وهو أراد عند الناس حظوة، ولكنك لن تجد حتى عند العباد حظوة إن لم يعطك الله عز وجل إياها. حتى يا إخواننا ربنا بيرفع الناس وبيخدته للامتحان والابتلاء. ربنا رفعك في مكان معين، خدتك في مرتبة معينة، كويس في وظيفة معينة، في درجة معينة علمية من الشهادات، ما تقول أشي جبته براي، ربنا ده شوفك تحت عمل شنو. وفي ناس ما بيجيب لهم ذكر، برضو عنده اختبار معين وامتحان معين على هذه الحالة. فالانقطاع باختصار عدم التفات القلب إلى ما سوى الله، ده الانقطاع، الانفصال عن الخلق، لا يلتفت قلبك إلى غير الله. وهذا لا يمنع أن تتعاطى الأسباب، ولكن أن تتعاطى الأسباب وأن لا تجعلها في ذاتها مسببات. أن تتعاطى الأسباب وأنت تعلم أنها مجرد أسباب، وأن الله سخر العباد. عشان كده ابن القيم شوف دائما لما اتكلم عن حظوظ النفس وحقوق الله، قال الإنسان أحيانا يعمل عبادة وبيلقى نفسه في العبادة دي. يعني مثلا في زول الصوم بيصوم أكثر من الحياة الثانية، قالوا بنفسه بيصوم لأنه لاقي راحة نفسية في الصوم، لو ده سبيله يبقى ده انقطع، هذا حظ نفس. أما إذا هو بيعبد لأنه بيرى أن الصوم هو الذي يقربه إلى الله، هذا وصل. ضرب ابن القيم مثال عجيب، خلاص دائما يضربه في مدارجه. قال كان هنالك أحد الصالحين، وكان كثيرا ما يحج إلى بيت الله الحرام، حتى قيل أنه حج فوق 50 حجة، 50 حجة سنويا بحج، والحج معه مشقة وتعب. قال في مرة من المرات اتهمت حجي، قال أنا حجي ده ما صحيح، ما لي الله حجي ده لنفسي يعني. قالوا كيف؟ قال الحج فيه مشقة وجهد وتعب. ذات مرة طلبت إلي أمي كوب ماء، أمه قالت له أديني كوباية موية، طبعا زول عابد وزاهد ومعروف ومشهور وعالم كبير، أمه قالت أديني موية. قال فشق علي الأمر مشقة شديدة، فقمت وناولتها الماء، وجدت في مناولة أمي للماء مشقة لم أجدها في 50 حجة، فعلمت أن الحج كان حظ قلبي ولم يكن حقا لربي. يعني أنت لا تتعبد لمجرد الميل النفسي للعبادة، تعبد لأن العبادة تقربك إلى الله، ليس لأنك تجد نفسك في هذه العبادة، هذا حظ. ده كلام عجيب، قال كونه يقوم بس يمشي القلة ولا الجربة يفتحها ويجيب مويه لأمه، تعب تعب معانا معانا، بالرغم من أن هذه طاعة أجلة. فكان يحج ولا يأتي لأمه بالماء. لذلك جريج العابد كان يصلي نافلة، دعته أمه قالت يا جريج يا جريج، فقال ربي أمي ربي أمي. شوف المعادلة، الله ولا أمي، الله ولا أمي، دي ما دارت طبعا اختيار، فاختار ربه واسترسل في صلاته. قال رسول الله أما وإنه لو كان فقيها لقطع الصلاة وأجاب أمه، لأن الصلاة نافلة وإجابة الأم واجب.
ولذلك إذا كنت في نافلة وأمرك والدك بتركها أنت تترك النافلة من أجل والدك وما تتم الصلاة، تقطع وتمشي لأمك ولا أبوك، وهذا صعب على النفوس وثقيل، لكن لا يفعله إلا من تجرد من حظوظ النفس، لأنك في النهاية أنت دار أجر ولا دار شنو؟ دار أجر ولا دار حاجة تانية؟ لو دار أجر هون دار أجر، كان دار حاجة تانية أمشي غادي غادي صلي. شو كان ذا كيف؟ قال أما وإن لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه. إما نافلة شنو يعني لو قطعتها؟ لو أنت قلت لو ما صليت في شنو؟ قال ربي أمي ربي أمي يعني كذا، ده طبعا ضعف منه، ضعف في الفقه، ربي أمي ربي أمي، كان قال الرب أولى. كان هذا إذا تعارض مراد الله مع مراد الوالدين فلا طاعة لمخلوق في معصية شنو؟ الخالق. لكن طاعة الأم عبادة أجل من النوافل، طاعة الأم والوالد عبادة أجل من شنو؟ أجل من النوافل. كويس. ولذلك يثقل على العلماء والعباد والزهاد، أي يصعب عليهم أن يطيعوا والديهم بالمناسبة لكثرة ما عندهم من عبادة، ودي من الآفات، يصعب على إنه يطيع والديه، يقول أنا بيع عبادتي التقيلة دي كلها وبيع هناي، أباري أمي وأباري أبوي، أمتي ذاته يقول له ما يقول له ذاته في الدين ولا حاجة، بس دارينه يحومهم، بس يقول له حومنا أول دينا تود أمه تقول له ودينا لي أختي، يقول يا أختي شنو أنا بقرأ وبصلي وبتعبد، يا أخي أخوت شنو المريض ذاته يننا ساكت، ده عدم فقه وعدم علم، دي من الآفات. كويس. لذلك محمد بن المنكدر وسليمان بن المنكدر أخواني، أحدهما يقوم الليل يصلي، والثاني في ذات وقت السحر يقوم، الوقت وقت شنو؟ سحر، يتقرب فيه الإنسان إلى الله بالعبادات، فهو يتقرب إلى الله بأن يقوم وقت السحر ليمسح قدم أمه بالزيت، بيمسح أكرع أمه في نفس الوقت ذاك، وقت النزول الإلهي عشان ربنا يرضى عنه، وده بصلي ويقرأ القرآن. كان يقول محمد هو الذي يمسح قدم أمه وسليمان يصلي، قال والله ما أحب أن ليلة أخي سليمان ليلتي، قال لو جاء قال لنا تبادل أقول له ما برضى، لو قال لي أن أجر بعدين أنا بديك أجر قراءة أنت تدين أجر مسح الكرعين، أقول له لا أجر مسح الكرعين ما بديك له، لأنه يراه أجل من قيام الليل وقراءة القرآن والبكاء، ذلك لأنه واجب، ثانيا لأن فيه هضم للنفس، ما لا قاني سوداني ببوس الدين أبوه نهائيا نهائي، يمسك أبوه يبوس الدين، وده جائز في الشريعة جائز، ما لا قاني زول بيمسك الدين أبوه ويبوس لأبوه الدينه، انت اذا كان عملت ابوك بتخلع بقول لك مالك يا ولدي حصل شنو في شنو مالك ده تموت ولا شنو انت مالك في شنو مالك في شنو يا ولدي لو مسكت ايده تبوسه يقول لك في شنو مالك يتخلع هو ذاته لانه ما متعود والله دي مشكله هذا هو ابوك لازم يخليك يقول الولد ده معلول الولد مش الجامع ده يدربش ولا ده يتجنن عليه ولا شنو ولد والله دي مشكله كبيره كويس فقلنا ان التبتل الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم، العالم ده معناه الخلق، لا تلحظه يعني تعايل له ترائيه، ولا يكون لديك عنده حظوة أو حظ. طيب هنا العبارات الثانية التي تبدو كأنها لغزا، ما قال أزول القطع عن العالم لحوظا، اللحوظ يا أخوانا من شنو؟ من اللحظة، اللحظة اللي هو شنو؟ العين الملاحظة، يقول لك أزول ده شنو؟ أكتب ملاحظاتك، يقول لك يعني لا تلاحظه. واللحوظ معروفة، والحظوظ أن تطلب عندهم حظوة، حظ أن تطلب عندهم حظوة ومكانة عند العالم، لا تطلب هذا من العالم. إن أردت رفعة أو مكانة فاطلب ذلك ممن يملكها حقيقة، ولا تطلب هذا ممن لا يملكها، فالذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى. طيب كأن الهروي يقول شو كان ذا كيف؟ قال خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال. ما معنى هذا الكلام؟ شوف كان مهم يا إخواننا، ابن القيم شرحه كان بشرح دقيق. تنقطع عن العالم خوفا، خوفا من أن يكلك الله إلى العالم ويرفع تأييده عنك، أنت إذا ركنت للخلق ربنا بيرفع يده منك، هنا بتكون ضعف ضياع شديد، تخاف هذا الهلاك خوفا، أو خوفا من أن تنقطع إلى الخلق فيذلوك. إخواننا زول مهما بقى بحبك ومهما بقى علاقته معك، لا يمكن أن يكون صاحب نعمة عليك دائمة إلا الله سبحانه وتعالى،
بيزهج يا زول بيزهج بيزهج يقول لحد 200 لحد 200 احنا نديهم لحد 200 بيقول كده. لكن الله عز وجل يعطيك وهو صاحب المن والفضل سبحانه وتعالى. ثم رجاء تنقطع عن الخلق لماذا؟ الذي انقطعت إليه وتركت الخلق لأجله عنده شيء كثير وأنت ترجو هذا. أو مبالاة بحال، المبالاة إخوان المبالاة بحال أن يكون حالك انشغال بالك به دوما، يعني أنت تنقطع إلى الله عن الخلق، تنقطع به عن الخلق لأنه في بالك دوما. هذا معنى شنو مبالاة؟ شنو مبالاة بحال. ثم بدأ الهروي يتكلم عن الأشياء التي تعين على الانقطاع من الخلق. إخواننا ما قلنا أول حاجة ننقطع منها عشان نتبتل، نحن ننقطع إلى الله. في أشياء بتمنع انقطاعنا إلى الله، الخلق، أن تضع الخلق بينك وبين الله، تخاف نقده وإن كان حق. في زول ما داري الكزين به حق، ليه؟ خايف الناس يعيروا أو يتكلموا فيه أو ينتقصوا أو يهزأوا به أو يسخروا منه أو يتغامزوا أو يضحكوا، خشية هذا يقوم يعمل شنو؟ يقوم يترك الحق لأجل الناس. الخلاصة أنه ترك رضا الله من أجل الناس، فهو لا يستطيع أن يستقيم خشية الناس. ده إشكال كبير بالمناسبة، إشكال عقدي في 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 عقيدة الإنسان. فأنت بذلك سائل إلى الله، لكنك وضعت الخلق بينك وبين الله وقطعوك عن الله، فبدلا من أن تنشغل بالله انشغلت بهم، وهذا إشكال من الإشكالات. طيب الأشياء اللي بتخليك تنقطع عن الخلق شنو؟ تخليك تجمع من الناس مش متعاملون. يا إخواننا القن الانقطاع عن الخلق لا يعني عدم معاملة الخلق، تعامل الخلق ولكن في قلبك ونفسك أن الله هو الفاعل على الحقيقة، عرفت؟ ففي أشياء بتعين. قال شنو؟ بحسم الرجاء بالرضا وقطع الخوف بالتسليم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. حسم الرجاء بالرضا، أنت ما ترجو الرجاء هنا رجاء الخلق، ما ترجو الخلق ليه؟ بالرضا. بالرضا كيف؟ ذكر مهر، شوف كلام ابن القيم. ابن القيم يقول من رضي بأقدار الله وسلم بأقضيته لم ينصرف إلى الخلق لأنه راض بما أعطاه الله، فلذلك لا يطلب الاستزادة من الناس. صح ولا ما صح؟ أنت قلت الله كتب لي والله داني الكلام ده، ما فيش تقوس الناس وقول له سووا لي وعملوا لي وتزعزع وتتبشتل، ده مقام رفيع. يعني تقطع الرجاء، رجاء منه؟ رجاء المخلوقين بشنو؟ بالرضا. ولذلك هذا مهم، تقطع شنو الرجاء بشنو؟ بالرضا. وقطع الخوف بالتسليم. يا سلام يا اخوانا، الناس الزول داير من الناس شنو؟ حاجتين، يا يدوك حاجة ينفعوك يا يكيف شر عنك. يعني انت قد تعامل شخص مداراة عشان ما يضرك بس، ما داير منه حاجة، لكن بتعامله كويس بس عشان ما يضرك، صح؟ وده مطلوب. وفي زول بتتملقه مثلا يعني مديرك، وانت انت دايره يرقيك، دايره يزيدك، دايره خايف منه، نايف، بتقوم تتملقه كويس. حاجتين، اما عندك فيه رجاء او خايف منه. قال لك تقطع الرجاء في الخلق بانه شيء مكتوب لا بزيد ولا منقصه، وتقطع الخوف بالتسليم. بالتسليم يعني شنو؟ تقول انا سلمت نفسي لله. اذا سلمت نفسك لله معناها صرت وديعة عند الله يتكفل بالحماية، فلا تخشى بعد ذلك الناس، لأن الحماية والحرز صار عند الله. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فوض أمر الله تعالى بجوش، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأقول قطع الخوف بالتسليم. إخواننا والله ده شيء عجيب خلاص. قطع الخوف بالتسليم كيف؟ شوف الكلام ده كيف. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن، خلاص انتهى الكلام. إذا سلمت بهذا الكلام كل خوف من مخلوق ينقطع عن قلبك، وهذا لا يمنع من المدارات والمعايشة والتعامل والتداين بين الناس. الله في عون العبد ما كان العبد
في عون أخيه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، هذا مطلوب. لكن أهم شيء أن لا يلتفت القلب، لا يكون تعامل بتاع جوارح فقط، تداريهم بجوارحك ولا يتعلق ذلك بقلبك، ولا تداريهم فيما يضر دينك أو يفضي بك إلى المهانة والذلة. والله لو أنت مشيت البشر والله يذلوك ذلة، كان بقيت عزيز الله بعزك، وما بتبقى عزيز إلا أن تتعلق بالله، تتصل بالله. بعدك بشوف البشر ديل ما بيعملوا حاجة جديدة، بيعملوا الشيء اللي ربنا سخروا له، والله كاتب الشيء ده، والشيء كله يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الشيء كاتب والله ده بيبقى. عشان كده قال لك تقطع الخوف من المخلوقين بالتسليم، تسلم نفسك لله عز وجل. طيب، ويحسم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. المبالاة في الأول تبالي بالله، يعني دائما يكون بالك مع الله. طيب مبالاة البشر تقطع بشنو؟ قال بشهود الحقيقة. كيف بشهود الحقيقة؟ يا سلام، والله ده من ألطف الكلام. شهود الحقيقة أن تشاهد أن الفاعل في هذا الكون على الحقيقة هو الله، فهو الخافض الرافع المعز المذل. فشهود الحقيقة رؤية الأشياء كلها من الله وبالله، وفي قبضته وفي قهره وفي سلطانه وتحت ملكه وتصرفه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كله في قبضة الله. الله كان دائم يبقون لك أعداء يبقون، وكان دائم يبقون لك كويسين معي يبقون. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فتقطع مبالاتك واهتمامك الزائد وانشغالك بالخلق بشهود الحقيقة، حقيقة أن الله هو الفاعل، وأن كل شيء بالله وفي قبضة الله، وكل شيء قائم بالله هو المهيمن. والله يا أخوانا يا أخي، هذا المعنى، هذا المعنى ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يتحول شيء في هذا الكون ولا ينتقل ولا يتغير إلا بحول الله وبقوته سبحانه وتعالى. دي الدرجة الأولى من درجات التبتل، التبتل الانقطاع عن الخلق بشنو؟ بالتسليم، قطع الخوف بالتسليم، وحسم الرجاء في المخلوقين بشنو؟ بالرضا بما قدر، والاهتمام الزائد والمبالاة بالخلق بشنو؟ بشهود الحقيقة. والله يا أخواننا يا أخي، الكلام ده كلام والله رفيع جدا، هذا الكلام كلام رفيع. يا أخواننا مشكلتنا إنه الناس بيتكلموا عن الأحداث والوقائع المجردة، أمريكا دبابات الإف 16 ومعارف الشبح وطيارة بدون طيار، القنبلة النووية، ما في زول بيقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، طير أبابيل، ولا طير أبابيل ده تاني ما بيجي نهائيا، بس كان في زمن الجماعة ده كنت تاني بيجي كيف. وإلا أنت تطعن في قدرة الله، تقول كان قادرا على أن يهلك أبرهة والجند والفيل بطير الأبابيل، ولكنه لا يقدر على أمريكا بطير الأبابيل. ما هو الناس يتكلموا عن الأشياء القوة المجردة الآن، ولا يتكلمون عن حقيقة الأمور، عن النصر والتأييد وتدخل العناية الإلهية والقدرة الربانية في قلب الأمور. وهذا يحصل في آخر الزمان. إخواننا في حديث في آخر الزمان أن جيش قوامه 12,000 يحاصرون مدينة القسطنطينية وهي على البحر، وقد تحصنت بحصونها عن جيوش الإسلام بعد ما احتلوها الكفار، والكفار من الروم، والروم هم أبناء الروم ابن عيس ابن إسحاق ابن إبراهيم. الروم ده اسم حفيد إسحاق، إسحاق أنجب ولد سماه العيس، وأنجب ولد سماه يعقوب، عنده ولدين، ويعقوب أصغر من العيس لأنه جاء في عقبه، لذلك صار يعقوبا. الخرج أول سموه العيس، والعيس كان كثير الشعر. تزوج العيس بنت عمه إسماعيل، إسحاق وإسماعيل أخوان، العيس تزوج بنت عمه فأنجب منها ولدا سماه الروم، ده أبو أوروبا كلها الآن. الروم أبناء إسحاق، واليهود أبناء إسحاق أيضا، لكن اليهود أبناء إسحاق من يعقوب، والروم أبناء إسحاق من العيس، عرفت؟ والعرب أبناء منه؟ أبناء إسماعيل. والروم سمي الأصفر، عشان كده الروم بيسموه بني شنو؟ بني الأصفر، لأن الروم خرج شديد الصفار، ابن العيس ابن إسحاق. وأهل الكتاب يزعمون أن إسحاق كان يحب العيس أكثر من يعقوب، ويحكون في ذلك قصة
طويلة. المهم فدون حيحاصروا المدينة دي، ولعله أمكن في آخر الزمان يكون هنالك تواجد كبير لأوروبا داخل تركيا، ما معروف يحصل شنو. كويس، لما يطول الحصار قال عليه الصلاة والسلام، كان ده مش زمان، حيحصل لسه كمان في وجود الآليات الضخمة والعسكر وأي شيء، قال فيفتح الله المدينة بثلاث تكبيرات من الجيش. الله أكبر ثلاث مرات بس تنتهي من المدينة دي وتتفتح براها بثلاث تكبيرات، لا دانة ولا رشاشة ولا قنبلة، بتكبيرات، لكن ثلاث تكبيرات بس تسقط مدينة. وهذا يوري قوة الذكر. والله نحن ما عندنا حق، ما عندنا يقين في معاني ما نحمل. ثلاث تكبيرات تفتح مدينة، مش مدينة، دولة، ثلاث تكبيرات بس، لكنها تكبيرات خرجت من قلوب مؤمنة وحناجر صادقة كافية تفتح يعني مدينة كاملة. قال فإذا كبروا التكبيرة الأولى انهار الحصن الشرقي، ثم إذا كبروا ثانية انهار الحصن الغربي، الأسوار الغربية، فإذا كبروا الثالثة انهار الحصن الجنوبي. قال فدخلوا المدينة بغير قتال، تسلم بعد ذلك المدينة. وده في آخر الزمان، عشان ما تقول لي التأييد الإلهي انقطع، إنما انقطع الإيمان، أما تأييد الله لم ينقطع، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. النفس عدو قريب، والقريب قد يعرف مكامن الضعف ويتغلب كما لا يعرف البعيد. فشنو؟ القريب أخطر، ولذلك أخطر الأعداء النفس، لأنها قريبة والنفس فيها منافذ، وكل والشيطان لا يستطيع أن يهدم الإنسان إلا من خلال نفسه، فهو يستغل في كل إنسان منفذ. في زول نفسه جوا كسولة، زول كويس أي حاجة، بس بالكسل ده ما يجيه، ما بخليه بتاع بنات ولا كده، لكن يخلي الصلاة دي يقوم على يا الله يا الله، وكسلان ويجرجر كرعين، بس خلاص رضا منه بالمسألة دي. في زول نفسه نقطة ضعفة في البنات، الشيطان يحرك المسألة دي طوالي، يخليه يفكر طوالي في مسائل البنات، في صورة في التلفزيون يعاين ويقنب، كل مرة يقول أقوم حسة، أقوم بعد شوية، وهكذا. عشان كده الشيطان إذا كان عدو لا يمكن أن يهزم مؤمن إلا من خلال شنو؟ من خلال نفسه. فإذا حصن الإنسان نفسه ما وجد الشيطان إليه منفذا ولا مسلكا ولا سبيلا. يقول تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس، يعني ما تعرج على نفسك طوالي، وده يكون بثلاثة أشياء، يعني ده كلام عملي. قال لك نفسك عدو، ينبغي أن تطوعها وأن تذلها وأن تخضعها وأن تقهرها وأن لا تستجيب إلى مطالبها وأن لا تسترسل مع أهوائها وشهواتها. ما تسترسل، وقف. إخواننا في كتاب قيم جدا لازم تقروه، لازم، كتاب روضة المحبين للعلامة ابن القيم، يعالج قضية الشهوة عند الشباب. بل الشباب خليهم عند غير الشباب، إخواننا الشهوة ما بتعرف شاب وغير شاب، قد تكون عند الشيخ أسكن كويس، يعني زول كبير في سنه، لكنها قد تثور. والدليل ثلاث لا يظهر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، فذكر منهم قال شيخ زاني، بعد ما سنه يعني كبرت المفروض يكون تعقل ويكون هدى، بعد تلقاه يمشي للحرام وينحرف، فالشهوة خطرة. ذكر ابن القيم، ودي أهم حاجة في الكتاب، صفحة تقريبا صفحة 465 وما بعدها، زي 9-10 صفحات كده، من 465 لحد 475 تكلم عن 50 طريقة تعالج الشهوة وثورانها في نفوس الشباب. 50 سبب كويس، بيعلمك خليك انك انت منها تلمح العواقب. الشهوة قضيتها، بعد حيحصل شنو؟ عاينت وتمتعت، الأثر الذي سوف تتركه من الدمار في على قلبك ودينك سوف تتجرع ظلاماته وإشكالاته زمنا طويلا. من الأشياء التي تعالج تفكرك في أن انشغالك مع الشهوة يوجب لذة، ولكنه يفوت لذة انشغال القلب بالكلية ولذة العبادة ولذة الذكر ولذة الأنس بالله. ليه؟ لأن التفت إلى محبوب من غير الله وتعلقت بامرأة
فأخذ هذا نصيبا من القلب الذي كان يبغي أن يكون لله فصار لمخلوق. فلذلك لن تجد حققت لذة بالعشق، ولكنك فوتت لذة القرب والأنس بالله والخشوع في صلاتك وتلاوة القرآن وإلى غير ذلك من الأمور. شو كان ده؟ ده كلام راقي جدا مناسبة. روضة المحبين، أوصي بقراءة هذا الكتاب. روضة المحبين من الكتب العجيبة. فهو يقول تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس، يعني ما تعرج على النفس، تنقطع عن نفسك لأنها عدو، بثلاثة أشياء، بأشياء معينة بتخليك تنقطع من نفسك. مجانبة الهوى، لأن الهوى يصد عن التبتل الذي هو الانقطاع إلى الله، كويس؟ ألا تسترسل مع الهوى. ومجانبة الهوى ومخالفته مهم جدا، مخالفته. ثانيا تنسم روح الأنس، ده كلام عالي شديد، كلام الهروي عالي، لكن ابن القيم نفسه شرحه كالآتي. تنسم روح الأنس، يرى ابن القيم أن البدن يحتاج إلى روح، صح؟ بدن بدون روح بيكون شنو؟ جنازة. شنو؟ جنازة أو شنو؟ ميت لا يبقى عليه، يدفنوا طوالي في أقرب فرصة، صح؟ البدن تحتاج إلى روح. يرى ابن القيم أن الروح تحتاج إلى روح، ده كلام غريب مش كده؟ كما أن للبدن حاجة للروح فإن للروح حاجة إلى روح، فإذا كانت الروح هي روح البدن فإن روح الروح الأنس بالله، الأنس بالله روح الروح، فإن الروح تجد في الأنس بالله راحتها. أيوة، الناس بيلقوا أنسهم راحة بالحديث إلى المعشوق، التلفزيون، اللعب، الملاهي، الكذا. وأهل الأنس راحتهم وترويحهم في خلوة بالله، يأنسون بالله يذكرونه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ده من الكلام المهم. ثم قال وشيم برق الكشف، شيم يعني رؤية برق الكشف. ابن القيم يرى كما قال الهروي أنك تنفصل وتنقطع عن نفسك بثلاثة أشياء: مجانبة الهوى ومخالفته، وتسنم يعني استنشاق، تسنم من النسيم، تسنم روح أو روح الأنس بالله، ثم شيم برق الكشف، أن تكشف عن حقيقة نفسك وأن تقف مع آفاتها والخلل الذي فيها. يعني أنت عشان تنفصل من نفسك وتنقطع عنها تذم نفسك، تشوف الخلل فيك، تقول لنفسك أنت كده وأنت بتاكل وما بتشبعي وما فيك فايدة، وبتطلع إلى الحرام، وبتمشي تسوي كده، وبتعمل كده. معناها أن تكشف عن حقيقة نفسك وعلل أعمالك. والله يا أخوانا ده كلام عالي جدا، غايته منزلة التبتل دي، تبتل فيها ابن القيم، يعني بالغ فيها مبالغ. يعني يقول للانقطاع عن النفس لابد من الكشف عن عيوب النفس وعافات العمل ومفسدات العمل. انت بتعمل اعمال وقد تفسد هذه الاعمال بملاحظه الخلق، بالغرور، بالعجب، بالرياء، اعوذ بالله، كويس، والى غير ذلك. والكشف عن منازل السير، انت ماشي الى الله تكشف عن منازل، يعني التبتل تعرفوا شنو عشان تعملوا. انت تسمع التبتل تقول انا دار اتبتل، لكن ما عارف تبتل ذاته كيف. تكشف عن المنازل، تشوف التوكل ده شنو، التبتل هو شنو، المحبه شنو. وهذا لا يحصل الا بعد الكشف على حقيقه التوحيد. ثلاثه كشوف: كشف عن افات النفس، وكشف عن منازل السير، وكشف عن حقائق التوحيد، وذلك بمعرفه الاسماء والصفات. انت بتحتقر نفسك 200، تقول انا فقير والله غني، انا عاجز والله قادر، انا جاهل والله عليم، انا ذليل والله عزيز، وهكذا. تبدا بمعرفه اسماء الله وصفاته تتكشف لك عيوب نفسك، وتتكشف لك حقائق الطريق ومسالك الطريق. الدرجه الثالثه والاخيره من درجات التبتل تجريد الانقطاع الى السبق لتصحيح الاستقامه. يرى الهروي اعلى درجات التبتل بعد ما تنقطع من الخلق أن لا يكون لديك هم إلا أن ترضي الله دوما، وأن تكثر من الطاعة، وأن تزداد كل يوم قرب منه. بس تجريد الانقطاع بشنو؟ بالسبق، تكون دائما في سباق لتصل إلى الله،
بالإكثار من الطاعات، بالإكثار من النوافل، بتصحيح الاستقامة والاستغراق في قصد الوصول. يعني بعد ده انقطعت من النفس وانقطعت من الخلق، فضل شنو؟ الانفصال حصل من الخلق ومن النفس، فضل شنو؟ الاتصال. والاتصال يحتاج إلى مسابقة، ويكون همك كله بعد ده تفكيرك كله كيف تصل إلى الله، كيف يرضى الله عنك، بس ده يكون همك. بعد ده الخلق خليته وراك، ما بيقول قدامك بينك وبين الله، بقيت أنت ماشي لله والخلق وراك ونفسك خليتها وراك. بعد ده تريد أن تعمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إن الذين قادوا ربنا الله ثم استقاموا. طيب، في إضافة إلى منزلة التبتل، ما هي فوائده وثمراته وآثاره؟ للتبتل ثلاثة فوائد أساسية. الفائدة الأولى دليل القرب من الرب. المتبتل إذا تبتلت كان التبتل دلالة وعلامة على قربك من شنو؟ من الله. لماذا؟ لأنك انقطعت عن الخلق واتصلت بالخالق. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تنقية القلب عن الأغيار. إذا تبتلت إلى الله انقطعت عن الخلق وانقطعت عن النفس، وبذلك انقطعت إلى الله ليس عنه، انقطعت عن الخلق وانقطعت إليه سبحانه، بذلك نقيت القلب عن الأغيار. الأغيار شنو؟ كل ما كان غير الله نقيت قلبك منه، أي شيء غير الله. لكن ما معناها ما تعرس ومرتك تحبه، لكن ما هو الحب اللي بيقطعك عن ربنا؟ تجيب أولاد ما تتعلق بأولاد، التعلق يقطعك عن الله، يقول لك أمشي الجهاد، تقول لك شوف عي بعد ده صغار ومنو وبيعول، ده معناها أنت متعلق بهم. تنقطع بتنقية القلب عن الأغيار. ثالثا التبتل إذا كان انقطاع عن الخلق والنفس، انقطاع إلى الله بالكلية، هو يدل على كثرة لجوء العبد إلى ربه دوما. فكأن التبتل يولد قوة الرجاء وقوة السؤال واليقين والثقة وحسن الظن بالله أنه يعطي، من كثرة قربك وانقطاعك إليه، فأنت بعد ذلك تثق فيه، فلذلك لا تسأل إلا إياه، لأنه غني، لأنه كريم، لأنه رحيم، لأنه ودود، لأنه عليم، لأنه خبير، لأنه قدير، فأنت تنقطع إليه بكثرة دعائه وكثرة اللجوء إليه. فمن آثار وثمرات التبتل السلوكية، المتبتل كثير الدعاء لله، ملحاح في طلبه، كثير الدعاء لله سبحانه وتعالى. ده بمنزلة شنو يا أخوان؟ منزلة التبتل بآثارها وثمراتها وفوائدها. والمنزلة التي بعدها الرجاء. زهدت، تورعت، بقيت ورع بعد الزهد، تبتلت. بعد التبتل يفجر التبتل شنو؟ الرجاء. زول خلى الناس وراءه وخلى النفس وراءه، بقى الله معه طوالي طوال يدعوه كثيرا، يلجأ إليه ليحقق العبودية له بالخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.